السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ان شاء الله المرت خويا اللي غادي ديرها، غنشارك معكم الحلوه ديال الصابلي. كما تشوفوا مع الوقت شويه ضيق راكم عارفين، غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. كاينه عندنا هنايا الزبده، عندنا 250 غرام، وعندنا هنايا شويه ديال القشور ديال الليمون وسنيده وثلاثه البيضات وجوج كيسان كاسون تاع الزيت، قبصه ديال الملح والدقيق على حسب الخليط. بالنسبه للزيت دونك درنا كاسونس على حسب باش تجي رطبه وهشيشه، زعما يعني ما تجيكمش مقرمله قاصحه. كاسونس ديال سنيده دخلنا لكم الديبار، ما كاين لا سلام لا كلام لا دخلنا نيشان هجمنا العيد هذا العيد ما كاينش الوقت. والله الا كنجي عيانه شويه من الخدمه راك يلا لا اله الا محمد رسول الله. السلام يلا غادي تهني تجمع الزبده مع هذا اسميتها السنيده، غادي تدخلهم مع بعضياتهم. دونك غادي تزيد ثاني كاين اسميتها القشور ديال الليمون. خليكم معنا ما تمشيو فين ان شاء الله. كيما تشوفوا هنا الزبده راه ولات بحال بوماده، يعني حنا ولاو بوماده صافي. غادي نضيف كيما شفتوا ثلاثه البيضات، وغادي نزيدوا هذا سميتو حتى هو هكا. تيجي زوين هذا الصابلي، تيعجبني مجربه يعني شحال خطره. والله ما عندي ليه هنا كاع لقينا بزاف هاد الحلوين، حيطوا علينا نخدموا صافي بحال نعواني نتا يخرج رمضان ونخدمه. ايوا نمشيو فاش ما كثر. يلا بما جمعت العناصر غادي تزيد تضيف الزيت والدقيق على حسب الخليط، راه كيلو هذاك اللي مغربل. وتضيف شويه ديال القبصه ديال المليحه وصافي هادشي اللي كاين. خليكم معنا بما جمعت هاد العجينه ان شاء الله هانتوما معنا ما تروحوا فين البنات. كيما تشوفوا هي كتجمع فيها الدقيق وداكشي، غادي نخليوها نديرو تاهي في سميتو ديال السلوفان، وغنخليوها 4 سوايع ترتاح في التلاجة. هذا اش غادي نبداو فيها ان شاء الله بالمدلك نسرحو ونبداو هما معنا. تشوفوا الجديد، شوفوا شنو جاي تقول لي الصابلي راه باين كل واحد. المهم نشارك معكم يعني اليوميات ديالنا اللي كيكونوا التحضيرات ديال العيد وصافي، هادشي هو اللي كاين بغيت نوصل لكم. يلا خليكم معنا. ها انتما البنات مني شداتها كاع دارتها على بعضياتها، راه دارت ميكال لتحت، دارت بلاستيكه لتحت ودارت هذه من الفوق باش تقدر تطبش، وغادي تبدا دير بداك الزوار. البنات كما شفتوا من الاحسن خليوها البنات شي 4 سوايع في الثلاجه، حقاش راك عارفه مصنوعه من الزبده وداكشي كتبقى دايره. يعني شوف معتنا زربانين وكعرف الوقت ضيق، ما تنخرج حتى نوصل للدار حتى الخمسة ديال العشيه. مرت خويا واخا كانت قدامي في الدار ولكن راه بركه على الدراري. هانتوما تشوفوا درنا الكره القلب من هنا درناه صافي. حنا غاديين فرا سميتو كطفي في الفران. هانتوما داكشي اللي طاب، دابا بقى غادي نزيدو وغادي نديرو الشوكولا وداك التخربيق اللي خاص. ونتمنى ان شاء الله، مازال ما وريتكمش بالنسبه للتزيين، غادي نوريكم الطريقه ديال التزيين ان شاء الله. البنات بالنسبه للتزيين عندنا هنا الكوفيتير ديال سميتو مشمش، شحال غنديرو جوج كيسان ومع السكر كلاص كلاصي نخليوه ميتو بخوف الوطا تيعيق هايدو باش نزيدو نص كاس ديال الماء ونخليو يتبخ. ديري تا هو ديرو تبخ في الوطا، خليهم يتبخو في الوطا. ياك السلام عليكم الغزالات، كيف دايرين؟ بعد ما سالينا الصابلي كما تشوفوا على الشكل،
هي في الحقيقه كان خاصني شويه الماء الطريه ما عنديش ديك الزواقه اللي كتخليه من هنا كاين داير باش تبان داك الكوفيتير اللي باش لصقنا وداك الشيء. ودرت ما شاركش معكم الجليجه انا هذه المره فرجتها بالبيض فايت لي حطيتها في الفيديو معكم داك الشيء علاش ما شاركتهاش معكم هذه المره. ودرت نيت واحد سميتها غريبه عادي هذيك العاديه اللي تجي زوينه ديال الدار وصافي هادشي هو اللي كاين. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال هذا النهار ديال الصابلي يعجبكم. وان الاعجاب ديالكم جا الصراحه رطبه وهشيشه وزوينه غير شويه خاصه سميتو وانني ماشي مشكل مره اخرى ان شاء الله يكون الماتيريال كامل كاين وحنا غاديين ايوا واش غنديروا السلاك وشي زين بعد الحلوى ديال الدار ماشي بحال ديال الزنقه. حتى كتنوضوا ليا صحاب الزنقه تقول لي ما بغيتيش خلينا نبيع ونشريو مع ليصنا. ايوا لا كلشي زين كلشي زين. يلا نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم وخليت لكم الراحه وعواشركم مبروكه ومع السلامه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله بحول الله.